هلا ومرحبا. اليوم غداننا السريع الصراحة، عندي كان شغل وايد، فقلنا شنو اليوم نسوي؟ مكبوس دياي. يعني هو تدرون الدياي اللي ببطنه كله، يعني كله على بعضه، اللي حطيت بطاط. هذه الأكلة، هذه أيام كنا بالمدارس قبل، على طول يلا بسرعة 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 نسويها. عيش والمديان، بطاط، جزر، دياي، ثوم، بصل، هالأشياء هذيلا، البهارات اللي ممكن بهارات البيت المخلوطة، كزبرة، كمون، كركم، فلفل أسود. راح أسوي بهالجدركة بائض اللي بسرعة بدون ما يأذيني. ليش أنا أحب أديسون؟ أديسون لأنه سهل، سهل الاستعمال، جدا جدا سهل. فراح نشتغل يا جماعة. بعد ما حطينا، شوفوا هذا الشيء صار، حط بهاراتي، الدياي، ياخذ لكيني تشويحة بسيطة، وشوفوا الدياي شلون حلاته. خليكم يا جماعة شوفوا شلون تسبك 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 لما دايما. لازم نلاحظ السمنة أو الدهنة في فوق تنفصل عن هذا، فهذا هو يطلع الطعم ويطلع مضبوط مضبوط. الحين طبعا انا بحط البطاط وبحط الجزر مالي كله على بعضه، بعد شويه يا جماعه كل شيء استوى حلو. الحين بحط العيش، راح احط هذا الشيء كله، راح يطلع وانا مرتاحه. كل شغلي بجد. يا حالاته، ايش التموين ترى هذا طبعا. شوفوا 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 يا جماعه، شوفوا شوفوا شنو اقول لكم. ها ينن، شوفوا حبه العيش، شوفوا حبه العيش، ودي اكل بس حار. ايش حالاته؟ عجيب، أكلة سريعة لطيفة خفيفة بسرعة.